السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد في مبادرة مسارات لطلاب الصف التاسع. طبعا درسنا اليوم هو عبارة عن موضوع تعبير كتابي. طيب خلونا نشوف الكل في هذا العرض. Lui, c'est Arthur. Arthur! Arthur adore l'eau. En tant que chirurgien dentiste responsable, il sait à quel point l'eau est précieuse pour la santé et l'environnement. C'est pourquoi, au quotidien, dans son cabinet, Arthur veille à économiser l'eau et évite de verser des produits nocifs qui pollueraient les milieux naturels. Quand il se lave les mains, par exemple, il utilise des solutions hydroalcooliques qui permettent un nettoyage en profondeur tout en préservant l'eau. Arthur rappelle à ses patients de ne pas laisser couler l'eau inutilement durant le brossage des dents. De cette manière, chaque personne peut économiser jusqu'à 50 verres d'eau par jour. Des gestes simples qu'Arthur applique aussi pour le chauffage. Au cabinet comme à la maison, il ne dépasse pas les 21 degrés, car 1 degré supplémentaire, c'est 7% d'énergie consommée en plus. C'est bon pour la planète, mais pour le porte-monnaie. Des astuces comme ça, Arthur en a plein. Par exemple, il a choisi la dématérialisation de ses dossiers patients et administratifs, et quand il doit vraiment imprimer, il le fait en recto verso. Et bien sûr, quand il part de son cabinet, Arthur éteint toujours ses ordinateurs, imprimantes et copieurs, car en veille, il continue de consommer jusqu'à 40% d'électricité. D'ailleurs, là, il vient d'oublier la lumière. Ah non, ses ampoules basse consommation sont reliées à un détecteur de présence. Arthur a adopté de bons réflexes pour économiser l'eau et l'énergie, car ce qui est bon pour la planète est bon pour la santé et l'avenir de tous. L'Association dentaire française accompagne les chirurgiens dentistes pour agir en faveur du développement durable. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. راح نشوف كيف بدنا نوجه نصائح لتوفير الماء والكهرباء. أين نحن الآن؟ طبعاً إكسبريسيون كريد درسنا مثل ما حكينا موضوع تعبير كتابي. طبعاً المواضيع اللي أخذناها إن غيس دو كوزين، وصف الطبخ، أن بروبليم سوسيال، مشكلة اجتماعية، إيكونوميزي لو إي لوكيتريسيتي. توفير الماء والكهرباء اللي هو موضوع درسنا لهذا اليوم. ماذا ستعلم من درس اليوم؟ طبعا جابخوند اكرير ان ارتيكل دان لو جورنال ميرال، ان اكتب مقالي في مجلي مدرسي. اذا اتعلم كتابه مقالي في مجلي مدرسي. وايضا جو فورميل دي كونساي بور غاردي لا فيل بروبر، وشكل نصائح لحمايه المدينه بشكل لأن تبقى نظيفة، يعني أو للحفاظ على نظافة المدينة. تمام؟ هذا ما سأتعلمه في درس اليوم. لننطلق. الكلمات المفتاحية اللي ممكن نواجهها لو الماء، كونسوماسيون الاستهلاك، ايكونوميزي الاقتصاد أو توفير، يعني اقتصاد توفير، جاسبيي عكس الإسراف أو التبذير، والالكتريسيتي الكهرباء. طيب اولا كومون جيكري ان ارتيكل دان لو جورنال ميرال، كيف اكتب مقالي في مجلي مدرسي؟ يعني انا اذا طلبت منك ان تكتب مقالي في مجلي المدرسي، في مجله التي تنشر على الحائط المدرسي، تمام، في الكريدور، فانت بدك توجه لاصدقائك اما مقالي او خطاب عن شيء انت بدور في ذهنك بدك تحاول تشجعهم على تنفيذ هذا المشروع، او عن اي شيء ممكن انت تدير في ذهنك. اذا الهدف من ذلك هو كتابه اكرير ان ارتيكل دان جورنال ميرال، اذا كتابه مقالي في المجله المدرسي. طيب اول شيء نحن راح نكتب المقالي على شكل رسالي. المقالي راح نكتبها على شكل رسالي. انتبه لهون. فالرساله دائما لا فورم دين ليتر. شكل الرساله على الشكل التالي، اهم شيء التاريخ، انك تكتب التاريخ على يمين الكتابي اللي نحن نكتب من اليسار الى اليمين، انت بدك تكتب التاريخ على اليمين لحتى
مستلم الرسالة يقرأ التاريخ وينتبه له. نوم دو دي ديستيناتير، أكيد راح ما ننسى إنه في عندنا نوم ديستيناتير، اسم المرسل، اسم اسم المستلم. أنت لمين عم ترسل؟ اسم المستلم. طبعا هون عندنا كونتيني المحتوى، وهون فورميل دو بوليتيس النهاية بشكل مؤدبة، وسيناتور دو ليكسبيداتور، وآخر شيء في عندنا توقيع المرسل، توقيع المرسل. تمام، فبدي اتقيد في اسلوب الرساله. طبعا انا بحط هون على الاخير مساء الى اللقاء، مع السلامه، ابيانتو، شكرا. تمام، فاذا بطريقه مؤدبه، خاتمي بطريقه مؤدبه، سيناتور، توقيع الاكسبيداتور، المرسل. تمام، هذا هو شكل الرساله. تمام، طيب ثانيا، كومونتون فورميل دي كونساي بور غاردي لا فيل بروبر، كيف نشكل نصائح، او كيف اكتب وشكل نصائح بور غاردي لا فيل بروبر للحفاظ على المدينه. الهدف من ذلك جو فورميل ان اشكل دي كونساي نصائح بور غاردي لا فيل لحمايه او للحفاظ على المدينه او على الحفاظ على نظافه المدينه، لا فيل بروبر، أو للبقاء المدينة نظيفة، حفاظ على المدينة نظيفة، بروبر نظيف. تمام، لننطلق. كيكموت بور تيدي تكسبريمي بليس فاسيلمون، بعض الكلمات لمساعدتك في التعبير بشكل أسهل، بليس فاسيلمون. طيب مثال، فيرمي لوروبيني، أغلق الصنبور، أو إغلاق الصنبور، إغلاق الصنبور، يعني الحنفية نحن بنقولها. تمام؟ فيرمي بيان لي روبيني، إغلاق المحكم للصنابير. طيب ممكن أيضا نو با ليسي كولي لو، نو با ليسي كولي لو، عدم ترك جريان الماء، مثل ما موضح عنا في هذه الصورة، يعني انه لما انا بدي اغلق الحنفي عند اللي بخلص اغلاقها بشكل محكم، واذا شفت تسريب لاي صنبور يجب اغلاقه، اذا عدم تسريب المياه. طيب اشيتي دي زامبول ا باس كونسوماسيون، اشيتي دي زامبول ا باس كونسوماسيون، شراء مصابيح ذات استهلاك منخفض، استهلاك اقل، يعني نحن نسميها لمب المصابيح توفير، لمبه التوفير بالعامي. تمام، طيب انرجي سولير، استخدام الطاقه الشمسي، انرجي سولير، استخدام الطاقه الشمسي، هذا كله يصب في ايش؟ في توفير الماء والكهرباء. يعني انا هذه كل النصائح ممكن انا استخدمها وادونها على مجله الحائط من أجل التقيد بهذه النصائح التي تؤدي إلى توفير الماء والكهرباء. طيب أشتي دي زباري إيكونوم، شراء الأجهزة الأقل أو الاقتصادي، يعني الأقل مصروف أو أقل استهلاك. تمام، إذا شراء الأجهزة الاقتصادي، يعني مشتري برار بدل ما اشتري 18 قدم مشتري مثلا 16 قدم، يعني بحيث يكون مصروفه للكهرباء اقل. طيب ريدوير لا كونسوماسيون دي زاباري، ريدوير لا كونسوماسيون دي زاباري، تقليل استهلاك الاجهزه. يعني انا مثلا عندي التلفزيون شغال وانا عم اتفرج، ولنفرض يعني اشاهد مثلا الكمبيوتر، او انا خارج من الغرفه والتلفاز مثلا شغال، فطفي واحد. تمام، اذا ريدوير تقليل استهلاك الاجهزه، تقليل استهلاك الاجهزه. شفت المروحه شغاله بغرفه فاضي، معناته ايش لازم اعمل؟ انا لازم اطفي المروحه لكي اوفر من الكهرباء. تمام، هلق الموضوع، اكري ان ارتيكل دان لو جورنال ميرال اتوني كول او تي بروبوز دي كونساي بور ايكونوميزي لو اي ليكتريسيتي. عم بقول اكتب مقالي دان لو جورنال في مجلة مجلة الجدران، مجلة الحائط لمدرستك، دو توني كول، وجود تي او تي بروبوز دي كونسي، حيث تقترح، يا
يعني تقترح فيها دي كونساي، نصائح بور ايكونوميزي لتوفير لو الماء للكتريسيتي والكهرباء. طبعا مثل ما قلنا هو بالنص كاتب لنا كيف كموت بور تي ديكسبريمي بليس فاسيلمان، بعض الكلمات التي ممكن ان تساعدك للتعبير عنها بشكل اسهل. طبعا حكينا فيرمي، بنرجع بنعيدها، فيرمي لو غوبيني، اغلاق الصنبور، نو با ليسي كولي لو، عدم ترك جريان الماء، غاسبيي الاسراف، ايكونوميزي الاقتصاد او التوفير، اتياندر اطفاء. تمام. ايضا في عندي اشتي دي زامبول اباس كونسوماسيون، شراء مصابيح ذات استهلاك اقل، انرجي سولير الطاقه الشمسيه، كونسيرفي الحفاظ، اشتي دي زاباغي ايكونوم شراء اجهزه اقتصادي، ريدوير لا كونسوماسيون دي زاباغي تقليل استهلاك الاجهزه، تقليل استهلاك الاجهزه. تمام. وال كيترو مانجر ريسورس فيتال، والحفاظ على الموارد الحيويه. طبعا هاي كلها كلمات ممكن انت تستخدمها، وهذه طبعا هو اعطيناها بنص الموضوع، ممكن نستخدمها كلياتها في سبيل اني اكتب موضوع. هلا السؤال اللي بدي يجيك بالفحص، اكري ان ارتيكل دان لو جورنال ميرال دو تونيكول اوتي بروبوز، حيث تقترح فيها دي كونساي بور ايكونوميزي لو للكتريسيتي، حيث تقترح فيها نصائح لتوفير الماء والكهرباء. هيك الموضوع بدي يجيك بالفحص. طبعا هاي صورة الموضوع عندكم بالكتاب اكسبرسيون كريت، مكتوب اكري ان ارتيكل دان لو جورنال ميرال دو تونيكول اوتي بروبوز دي كونساي بور ايكونوميزي لو للكتريسيتي. تمام. وهي حاطط لنا اياها. طبعا بالفحص في حال اجى الموضوع ما راح يحط لنا هاي للمساعده او للاستناره بها، يعني انت بامكانك تاخذ هدول التعابير وتستخدمها في موضوع، لكن هو ما راح يكتب لك اياها يعني بالفحص، راح يكتب لك فقط اللون الازرق الغامق. تمام. فهذا ما بيجوز يكتب لك، لكن احنا بنحطها هون كانك تستنير في هذه المفردات او في هذه التعابير لكتابه موضوع تعبير كتابي. تمام. هلا رح ناخذ مثال عن هذا الموضوع، ممكن انا استخدمه، ممكن استنير فيه، لكن يفضل انك انت تكتب الموضوع. طبعا احنا قلنا بنكتب المقالة على شكل رسالة للاصدقاء، يعني مثلا انا بكتب التاريخ لو 7 افريل 2020 7 نيسان 2020 شير زامي اصدقائي الاعزاء. اذا اسم المستلم انه الاصدقاء، يعني ما عندك انت وجهته لشخص معين، لكن حددت المستلم، يعني اميون شير زامي اصدقائي الاعزاء، يعني مو بس لصديق واحد، لكل واحد ممكن يقرا هذه المجله، لانه المجله مثل ما قلنا لك ممكن يقراها مو شخص واحد، ممكن يقراها يعني عده اشخاص، فانت وجهتها بشكل عام اصدقائي الاعزاء. الاعزاء ايكونوميزي لو الكتريسيتي الفو ايزولي توات امير فيرمي بيان لو روبيني ne pas gaspiller l'eau, les mines potables, ne pas laver les voitures dans la rue, éteindre la lumière quand nous quittons une pièce, s'éclairer aux ampoules écologiques. Bon courage, votre ami Nabi. فلو لاحظنا هون، إذا بدأنا بالتاريخ، تمام، وبدأت بتحديد اسم المستلم، ثم بدأت في الموضوع. هون عم نقول بور ايكونوميزي لو الكتريسيتي الفو، لتوفير الماء والكهرباء يتوجب او يجب، واحد ايزولي توات امير، عزل الاسقف والجدران، عزل الاسقف والجدران. طيب انا ما جبتها من النصائح اللي انا حاطط لي اياها، يعني جبت من عندي، يعني بامكانك تجيب من عندك، نحن ما قيدناك في النصائح اللي حاط لك اياها الكتاب، والكتاب اعطاك ممكن تستخدم هذول، ممكن تستخدم من عندك، فأنا جبت من عندي، مثلا جبت فكرة جديدة دي إزالة توات إمير، عزل الجدران والأسقف. هاي بإيش بتفيدنا؟ هاي لما بتعزل الأسقف والجدران فبصير عندك درجة حرارة مرتفعة، بتحافظ على درجة حرارة، وبالتالي ما بنشغل الكهرباء كثير، يعني ما بنشغل صوت، في ناس بتشغل صوت الكهرباء، تمام، فبنخفف من توفير الكهرباء. فيرمي
بيان لو روبيني الاغلاق المحكم للصنبور، هاي اخذناها من النصاح تمام. نو با غاسبيي لو لي ميبيد، لي ميبيد عدم الاسراف في مياه الشرب، عدم الاسراف في مياه الشرب او مياه صالحه للشرب تمام. نو با لافي لي فواتير دان لا ري، هاي جبتها من عندي، عدم غسل السيارات في الطريق دان لا ري تمام. طيب اتياندر لا ليمير كان نو كيتون ان بيس، اطفاء الاناره عندما نغادر الغرفه، عندما نغادر الغرفه اطفاء الاناره. طيب اخيرا سيكليري اوزامبول ايكولوجيك، الاناره بمصابيح توفير او مصابيح صديقه للبيئه، يعني مصابيح توفير نحن نقولها. بون كوراج، اتمنى لكم يعني شجاعه طيبه وانه كلنا نتشجع على التقيد بهذه النصائح. طبعا بون كوراج شجاعه طيبه وشجاعه جيده. فوت رامي صديقكم نبي تمام. فهذه المقاله اللي عملتها على شكل رساله نشرتها في مجله الحائط، طبعا النصائح تنوعت ما بين توفير الماء والكهرباء، ما تقيدت في المفردات اللي هو اعطانا اياها، انما انا اضفت من عندي ولكن استنرت في بعض المفردات اللي هو اعطانا اياها. فأنت بإمكانك تكتب أي موضوع بيخدم هذا الشيء. نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، هيك بيكون انتهى الموضوع. أتمنى منكم جميعا المحاولة في كتابة موضوع وأرسله لي على الخاص، يعني بتصور اللي بدي اللي بيحب بيكتب موضوع وبيصور لي وبعث لي وأنا بصلح لك اياه وبعث لك الاخطاء اللي انت ممكن تتلافاها واللي انت ممكن تكون مالك منتبه لها. هيك بكون انتهى درسنا لهذا اليوم.